الثالث عشر من إبريل من عام 1536، بويع بركات بن محمد بن إسماعيل الحاضري بالإمامة. بعد وفاة والده رأى أحمد بن مداد بن عبد الله بن مداد البراءة منه وعزله، ثم بويع بعده ثلاثة أئمة، وظل الإمام بركات يقاومهم حتى خرج إلى الظاهرة وبقي فيها إلى وفاته في 9 مايو من عام 1576. الثالث عشر من إبريل من عام 1892، أصدر السلطان فيصل بن تركي إعلاناً يمنع تصدير السلاح من مسقط إلى إفريقيا، بخاصة إلى الصومال والبنادر، كما أصدر عدة إعلانات بهذا الشأن في الأعوام 1898 و1903. وفي عام 1910 أعلن حظر تصدير الأسلحة والذخيرة إلى الكويت والبحرين. وفي الأول من سبتمبر من عام 1912 أصدر السلطان فيصل أيضاً قانون تنظيم تداول الأسلحة. الثالث عشر من إبريل من عام 1992، صدرت اللائحة التنظيمية التي تختص بتنظيم المعاهد ومراكز التدريب المهني الخاصة. الثالث عشر من إبريل من عام 2002، توفي الشاعر أبو سليمان ناصر بن سالم بن سليمان الرواحي، المولود في وادي محرم في 16 من أغسطس من عام 1928. تعلم في سمائل ثم رحل إلى زنجبار لطلب الرزق، وعاد سنة 1963، ثم توجه إلى السعودية للحج، ثم إلى البحرين التي مكث فيها حوالي سنتين، وعاد إلى عمان حيث عمل مدرساً وإمام مسجد حتى تقاعد عام 2002. له إنتاج شعري غزير، وتناول في شعره مختلف الأغراض، ويجمع أشعاره ديوانه الشعري ديوان أبي سليمان.